متعايشه مع الفساد، يعني انا كيحاولوا يطبعوا معاه، يعني كاين تطبيع من طرف المجتمع الفلبيني، وهذا اللي خلى ان جذور الفساد تتقوى يعني في البلد. صعيب ان يجي شخص كذا دوتيرتي حارب، يعني ما نقولكش انا حارب، ولكن ما كاينش رئيس اللي مر في الفلبين حارب، يعني حارب اسباب الفساد وليس الفساد، لان الاسباب الفساد دائما تتعطينا الانتاج ديالها هو يعني ملي كيكون نتيجه واحده، يعني واخا يتغير الرئيس كتكون نتيجه واحده. هذا جانب. الجانب الثاني هو جانب شفافية، يعني مثلا ذكروا النموذج اللي تطلبوا به الإخوة ديال الدعم في كورونا، يعني الدعم في كورونا أن الدولة أعلنت المبلغ ولكن ما كانتش شفافية في تتبع الإجراءات، وما كانش مؤسسة اللي كتخلق الرقابة. فاش طرقنا مثلا نموذج السلطات المحليه في اسبانيا، ان يعني جميع الادارات كتنشر الميزانيات الخاصه بها، وانا يعني كمواطن فلبيني او مواطن يعني فيما كنت في العالم ممكن نعمل رقابه على السلطات المحليه الاسبانيه كمثال، يعني عن طريق التتبع، لان الشفافيه ديال المعلومه، واي شخص في العالم لاحظ اي شبهه يعني في التعاملات او في الميزانيات او في المصاريف ديال البلديات والادارات العموميه في اسبانيا، انه ممكن يبلغ النيابه العامه وياخذ مكافاه لو ثبت بالفعل كان فسادي. وهذا غيره في مجموعه ديال البلدان، يعني كاينه رقابه على الجهات اللي عندها صلاحيات، سواء كانت موظفين او جهات سياسيه او غيره من المؤسسات، يعني كاينه رقابه، كاين توازن بين السلطات سواء قضائيه او تشريعيه او تنفيذيه. هنا في الفلبين ما كاينش هذه المؤسسات، وكاين ما قلت لك يعني المجتمع متعايش مع الفساد، وان ما قام به دوتيرتي يعني هو محاربة نتائج الفساد وليس اسباب الفساد، وغلب عليه الطابع الشعبوية وواحد الطابع يعني ديال الشو، يعني ديال العرض. ماذا فقط هو اي نعم اعطى نتيجة، لان المجتمع الفلبيني يعني ما عرفش كيفاش نعبر على يعني الشعب الفلبيني، يعني تأثر، يعني ان مثلا اذا كان يعني عاطفي، أبدأ كان عنده عاطفي. عنده عاطفي عاطفي اكثر، وان هذا الشو اللي قام به الرئيس السابق دوتيرتي انه اعطى واحد المفعول بسيط، يعني على شكل نشوة سياسية فقط، يعني لان كانت مطالب كبيرة بمحاربة الفساد، لانه من أهم العوائق التنمية في الفلبين اللي هو الفساد. هذا هو اللي كنت باغي نطرح عليه فكرة. نعم أستاذ أبو ياسين، سامعني؟ معك يا غالي، ما كملت ما جاوبتنيش يا دكتور المداخلة. مهدي على سؤالي، الإيجابيات والسلبيات في الفلبين. أوكي أنا جايك تفضلوا بدل الإخوة بالنقاش، أنا نطرحكم. ممكن أتدخل في جزئية بسيطة ولو سمحت؟ تفضل 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 أستاذ حبيبي الدكتور. في لفت انتباهي أنت تقول دوترتي أجي يحارب نتائج الفساد وليس أسباب الفساد، نعم صح؟ نعم صح. خلينا إحنا نعرف الفساد إنه مرض اجتماعي، هو مرض صح؟ يعني مرض اجتماعي، هو مرض ومرض خطير، مرض خطير زي الكانسر يعني، أوكي؟ محاربة النتائج ما راح يعني مثل النبع أو مثل شيء معين، إذا ما حاربته من الأساس النتائج ما راح تصل فيه، لانه بيزود، لانه اسماء المسبب موجود. انت بدوامه مثل الدور بحدائره، يعني توصل 180 360 ترجع 0 1 2 3 وهكذا 380، كانك تدور في حلقه مفرغه. بكل العالم، بكل العالم، بكل العالم، بكل العالم في فساد، وللفساد اسباب. أسباب، أنا ما راح أقول إنه الفلبين دولة فقيرة، بالعكس الفلبين دولة غنية، ولكن أنا هيك حسب معلومتي أو الفيدباك اللي أو الريفرنس اللي قريته عن الفلبين، صحيح. يعني مثل يقولوا المان باور اللي بالفلبين، يعني مثل ما يقولوا خيرها مو لإلها، مو لأهلها، يعني أن مثل يقول طبعا. الخير مو لأهله،
يعني تلاقي واحد عنده أرض مزرعة كاملة فيها مزرعة إنتاج القهوة مثلا أو أي شيء المن. ألو، هو صدار عنده فصل، ألو، فصل عنه. لا الأخ ما كان متابع معنا الفلو اللي احنا تكلمنا على يعني العوائق التنمية في الفلبين يعني، وأن أيوة الفساد هو من بالضبط. أهم العوائق فمحاربة في النتائج الفساد، ما بعرف إذا يشاركون الأخوة، يعني محاربة النتائج ما راح تجدي، يعني بقدر ما أنت بطبيعة تجي على الحال. الأسباب المسبب يا أخي. قانون الجريمة، قانون الجريمة، قانون الجريمة، في عندك مجرم صح، وفي عندك الحاض على الجريمة، يعني في ناس هي تجي تشجعك انك تقوم الجريمة. فجرم المشجع بالتشريع، انا ما بعرف القانون السوري، انا ايضا مهندس مدني ويعرف ابو علي، انا طالب بحقوق سنة رابع علاقات دولية، المسبب او المحرض عقوبته از اكثر من القائم بالجريمة، لانه انا اذا وصلت للنبعة اللي هو المحرض او هذا، اذا انا قضيت على الجريمة بنبهدها. اما اجي امسك المجرم او احبسه او اعدمه او وات ايفر، يعني اعطيه العقوبه اللي عملها، المحرض للسام يعني حر برا، كل يوم يجيب واحد ثاني وثالث ورابع. انا هذه الجزئيه بس يعني اللي حبيت انه هو احنا ذكرنا ان الفساد هو يعني من مسببات الفساد هو غياب الشفافية. انا كنت تقدمت في الطرح يعني قبل القدوم سيادتكم بالعكس، انه بالعكس يا دكتور، بالعكس، التعامل بالشفافية والوضوح. تقدر تحط انا يا اخي، انا لنفرض مريض مرض، خلينا نقول الانسان اللي يخجل منه، مرض جنسي او مرض شيء اخر، وبدي اروح على الدكتور، اذا ما اعطيه ما الحالة السريرية تبعي بالكامل، الدكتور ما راح يشخصني صح. إذا طبعا الشفافية، أنا ممكن أروح أقول له، أنا خلينا إحنا كعرب ومسلمين سوري، هو ممكن يعني يشيط عادي، لكن نخجل يوم من الأيام إنه أنا مصاب والله بمرض الإيد، أنا مصاب بمرض الإيد، بعيد الشر عني وعنكم، أنا أضرب مثل يعني، وأروح على الدكتور إذا ما أتعامل معاه بشفافية، إذا ما أتعامل معاه بشفافية يا أخوتي، ما يعني راح الدكتور يعطيني العلاج الدواء الصح المناسب. ويضيع. العلاج صحيح بس بالفعل. هذه وجهة نظر يعني، سوري يعني. لا يعني من الأسباب يعني كما يعني تم النقاش في البداية أنه يعني من مسببات الفساد هو يعني في الحالة الفلبينية طبعا يعني هو غياب الشفافية، وأن الفساد يعني تجدر نظرا لقوة الحكومات المحلية، لأن يعني كما قلنا أن الدولة يعني في الفلبين قامت يعني السلطة ديالها على الحكم اللامركزي، يعني ماشي بحال الدول الأخرى مثلا في أوروبا اللي عرفت الفترة ديال بالعكس، الحكم المركزي وتغيرت. السلطة اللامركزية، السلطة، كل القوانين والتشاريع اللي بالعالم، حتى السلطة المركزية إلها يعني سيئاتها وإلها حسناتها. طبعا أما عندها إذا حسن. تعمل كومبير، إذا تعمل كومبير بين السلطة المركزية والسلطة خلينا نسميها اللامركزية المتوزعة على أصقاع الدولة، أي دولة كانت، يعني بالعكس، هنا صف التعامل مع الدولة بسهولة. والله أنا يلزمني شغلة، لازم أطلع على مانيلا، لا تنحلوا، أنا موجود في باكولود مثلا، أو موجود في ماي جنرال بالفعل. سانتوس، صح يعني. فاللامركزية لها حسنات أكثر من المركزية. اللامركزية، وهذا مش أنا، العلماء التشريع والمجتمع يعني أقروا اللامركزية في إلها سهولة بالتعامل، إنجاز شغلات كثيرة، تعطيك طبعا الديمقراطية الأكثر، طبعا أشياء كثيرة يعني، ما يخطرني يعني صحيح. تحديدا الأشياء هذولي. هذا من الجانب الإداري عندك صح، ولكن من الجانب في السوسيولوجي يعني في علم الاجتماع
ضروري من يسبق بناء الدولة، يعني في بناء الدولة وجود الدولة المركزية على الأقل يعني مدة ديال 3 أجيال 4 أجيال هكذا، يعني نصف قرن على الأقل، أن الدولة تعرف حكم مركزي نعم وبعده صحيح روح صحيح اللامركزي. في الفلبين لا، الفلبين اللامركزي قبل الاستعمار، يعني قبل ما يجوا الإسبان للفلبين كان حكم اللامركزي، كان دايتو يعني زعيم البرانجاي دايتو كان هو صحيح اللي عنده صحيح سلطة، هو اللي يقرر في البرانجاي يعني. وأن الدولة الحديثة في الفلبين ما تبناتش بشكل مركزي، ما كانش تواجد الدولة بشكل مركزي حتى خروج الأمريكيين، يعني حتى منتصف القرن العشرين بدأت بشكل يعني يعني بشكل شكلي، يعني ماشي بشكل اللي ما عندهاش نفوذ، يعني الدولة المركزية اللي نعرفوها بشكل قوي يعني كسوريا مثلا، سوريا دولة مركزية قوية فهمتني. ومن بعد لو تروح من بعد اللامركزي تعرف تنمية أفضل، يعني الفلبين ما عرفش الحكم إذا كلامي المركزي صحيح يا إذا أخوي، كلامي ولكن صحيح يعني. صحيح هذا انا صحيح. هعقب بس على حاجه، انا هعقب على حاجه. الحكومه تفضل تفضل أبو أحمد. الفلبين مركزيه فيدراليه، يعني هي مركزية مشكلة ما بين فيدرالية حاليا، الفيدراليه وبين المركزيه. ولكن نفوذ، احنا سنضرب من جانب سوسيولوجي، يعني نفوذ الدولة الحديثة في لا، الفلبين.